يلا يلا بسرعه روح روح روح. هذه البطولة بتضم سباق 1500 متر و100 متر ورمي القلة ورمي الكورس وقفز ثلاثي وغيرها من الألعاب. هذه مشارك فيها حوالي 30 مدرسة وللمدارس الثانوية. الفائزين راح يكونوا فريق للمديرية ليشاركوا على مستوى الوطن في شهر 4، وإن شاء الله إنه في يوم الخميس عندنا بطولة ألعاب قوى للبنات، وبرضو الفائزين راح يكونوا فريق المديرية ويسابقوا على مستوى الوطن. طبعا إحنا اليوم في بطولة ألعاب القوى ضمن خطة نشاطات مديرية التربية والتعليم في محافظة طول الكرم من أجل اختيار المنتخب الذي سيمثل المديرية في بطولة الوزارة في شهر 4. طبعا هذه البطولة أتوقع إنه النتائج اليوم راح تكون نتائج مميزة، لأنه الطلاب خضعوا برامج تدريب في مدارسهم. طبعا احنا محافظة الكرم دائما بيكون لها نصيب كبير في الجوائز في بطولة ألعاب القوى على مستوى الوطن. ان شاء الله يعني في بداية البطولة كان سباق 100 متر النتائج كانت مبشرة، الآن في سباق 1500، في سباق رمي القرص ودفع القلة والوثب الطويل والثلاثي والوثب العالي. نتمنى ان شاء الله انه ربنا يوفقنا ان نخرج هذه البطولة على احسن وجه، وان نجهز منتخب إليك بسمعة طول كرم في المشاركات الخارجية.